تعليق قائمة الجهاز الفني للنادي الأهلي النهاردة. هي الشامي 1، 2 ندى وليد، 4 مروة مجدي، 5 الأوكرانية كاترين، 7 مريم مصطفى، 8 نهلة سامح، 9 شروق فؤاد. رقم 11 سارة أمين، 12 فريد العسقلاني، و13 نرمين المنشاوي، و16 ميار خليفة، 18 رانا الجهري، 19 سهيلة وفيق، و20 مريم متولي. نروح لفرقة يو اس اف اي البوركيني. رقم 1 ماميتو ادروجيدو، رقم 2 ساراتا سانون، رقم 3 أبيانتا ديالو، رقم 4 سوفياتا ادروجيدو، رقم 5 تيريز ادروجيدو، رقم 6 تيني اوتارا. اعذروني الاسماء صعبه جدا عليا. رقم 7 اينيستا باستو، رقم 8 فاطيمة سينو، رقم 9 مريم زروم، رقم 10 اوا سيسي، رقم 11 اميانتا ديالو، رقم 12 مريم اودريجيدو. بكده هم عندهم 12 لاعبة فقط وصلوا البطولة. هو طبعا اكيد بوركينا فاسو مهتميه لسه جديد بالكره الطايره سيدات، واكيد عايزين يخشوا ويحضروا بطولات افريقيه للمشاركه واكتساب الخبرات، يقدروا بعد كده زي الكينيا بالظبط متواجده بقوه في بطولات سيدات في الكره الطايره سيدات.